تحصيل حاصل. النظام الحالي بعد 2003 صح أنها يعني هي جمهورية، نظام قائم على حكم جمهوري، ولكن لم تجري هذا التغيير عبر أدوات ديمقراطية وعبر أدوات عصرية يعني مدنية التي يشهدها جميع الدول المتقدمة أو الذي يريده يعني الشعوب. هي النظام انتقلت عن طريق الدبابة الأمريكية، العراق وقعت في احتلال أمريكي والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لم تكن لديها يعني شرعية دولية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بل قامت بغزو العراق ثم تأسست الجمهورية الحالية إذا صح التعبير على أنقاض هذا الاحتلال. والجميع اليوم يشعر أن بعد تقريبا ما يقارب عن 20 سنة من تغيير النظام السابق، وهي كانت في يعني جميع العراقيين كانوا يتمنون رحيل النظام السابق، ولكن هذا الرحيل كانوا يتمنون وكانوا يطالبون بنظام عادل يعني لا تعيد ما ارتكب الأنظمة السابقة بعد الملكية في العراق من المجازر بحق شعوبها، من تدمير البلد وهدر في اقتصادياتها وهنا وهناك. لربما قائل يقول أن بعض الأنظمة مثلا في عهد عبد الكريم قاسم أو في عهد عبد السلام عارف وكذلك حتى في عهد صدام حسين حدثت هناك بعض الجوانب إيجابية في تاريخ العراق، لربما بعض أبنية بناء جسور أو مجمعات سكنية أو إلى آخره، ولكن مقابل هذه الأمور أين الإنسان العراقي؟ هل بنيت الإنسان العراقي أم هدمت أم أدخل في مجازر جماعية وكوارث بشرية؟ طيب.